ومن المسائل التي تعرض لها هذا الجاهل سالم الطويل مسألة الفوقية، وزعم أن أهل السنة يعتقدون أن الله تعالى فوق بذاته. قال أهل السنة عبارتهم المشهورة منذ القرون الأولى: الرحمن مستو على عرشه بائن من خلقه. وهذا كذب. أهل السنة والجماعة لا يعتقدون فوقية الله فوقية جسمانية ذاتية حقيقية، كلا، بل هم مع كافة المسلمين أن الله تعالى متصف بفوقية القهر والعظمة والسلطان والهيمنة، وأنه لا مكان له، لأن هذه من صفات البشر، وصف الله وحصره في جهة من جهات هذا الوجود، وحصره في حيز من الأحياز، هذه من صفات البشر، ومن وصف الله بشيء من صفات البشر فقد كفر. كذا يقول ابن أبي العز الحنفي: يقول في عقيدته: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، علم أنه بصفته ليس كالبشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، هكذا يقول. فالله تعالى ليس في جهة من الجهات. ويقول أيضا في عقيدته هذه نافيا الجهة عن الله، قال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هكذا يقول صاحب العقيدة الطحاوية. وممن نفى الجهة عن الله سبحانه وتعالى من أهل السنة وعلمائهم وأساطينهم الإمام النووي، حكاه عن القاضي عياض وأبو الفرج ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، وإليك كلامه. قال ابن أبو الفرج ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه عند الكلام عن حديث الجارية: قلت: وقد ثبت عند العلماء، قال أبو الفرج ابن الجوزي يعني الحنبلي، قال: قد ثبت عند العلماء أن الله تعالى لا يحويه السماء والأرض ولا تضمه الأقطار، وإنما عرف بإشارتها تعظيم الخالق عندها. وهذا الإمام النووي يقول في شرحه لحديث الجارية: قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة، فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم، أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه، ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم، متأولة عند جميعهم. وهذا إمام الحرمين أبو المعالي الجويني يقول: قال: من عرف نفسه عرف ربه، أراد من عرف نفسه بصفات الافتقار عرف استغناء الرب عن صفاته، فإنه تقدست أسماؤه منتهى الحاجة وهو بريء عنها، وعلى هذا الأصل يجب تقدس صانع العالم عن الاختصاص ببعض الجهات، فإن العقل قاض بجواز الكون في جهة دون أمثالها، كما يقضي بجواز التصور والتقدير والتقدر، ثم لزم انتفاء الاختصاص بالإقرار عن ذاته من حيث كانت جائزة، والتخصص بالجهات والأقطار في قضية الجواز كالاختصاص بالإقرار، وهذا مزلة الأقدام ومثار ضلال الأنام. وعندها افترق جماهير الخلق فريقين، وثبتت الفرقة المحقة الناجية، ولا بد من التنبيه على سبب الافتراق وإيضاح ما استحث أهل الحق على النبات على واجتناب الشتات على الثبات واجتناب الشتات. فذهب الطوائف إلى وصف الرب بما تقدس في جلاله عنه من التحيز بالجهة، حتى انتهى غلاة إلى التشكيك أو التمثيل أو التمسك تعالى الله عن قول الزائغين.
والذي دعاهم إلى ذلك طلبهم ربهم من المحسوسات وما يتشكل في الأوهام ويتقدر في مجار الوساوس وخواطر الهواجس، وهذا حيد بالكلية عن صفات الإلهية. وأي فرق بين هؤلاء وبين من يعبد الأجرام العلوية؟ كذا يقول، وأي فرق بين هؤلاء وبين من يعبد الأجرام العلوية؟ هكذا يقول أبو المعالي الجويني في كتابه العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية. فإذا عقيدة الفوق في حق الله تعالى مستحيلة، لا يوصف الله تبارك وتعالى بالتحيز في أي جهة من الجهات. وما ورد في ذلك من نصوص في الكتاب أو السنة متأولة عند الجميع، كما قال ذلك القاضي عياض.